نظم سكان مدينة اسطنبول مسيرة مشيا على الأقدام رفضا لمشروع قناة اسطنبول والذي يروج لتنفيذه أردوغان، وترجل المشاركون في المسيرة من بحر مرمرة إلى البحر الأسود على طول طريق القناة المائية المزمع إنشاؤها تحت شعار هناك حياة بين بحرين. ويؤكد الخبراء أن المشروع سيؤدي إلى حدوث كوارث بيئية حال تنفيذه. والمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف أكرم خميس الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ أكرم. ويبدو أن سكان مدينة اسطنبول يعني غاضبين جدا من فكرة هذه القناة، مشروع قناة اسطنبول. هناك مظاهرات يعني في المدينة ضد هذا المشروع، ولكن بالطبع يعني حكومة أردوغان لن تأبه كثيرا لهذه المظاهرات وسوف تمضي قدما في مشروعها. تحياتي لحضرتك أستاذ شادي. يعني مدينة اسطنبول والشوارع في اسطنبول معارضة لأردوغان، رغم أنه هي المركز الرئيسي اللي انطلق منه الرئيس التركي وحزبه في البدايات. فهنا نحن أمام تحول كبير على مستوى القواعد الشعبية. أعتقد أنه يستحق الاهتمام والانتباه، ليس فقط فيما يتعلق بالقناة الجديدة، وإنما أيضا بمستقبل التأييد الشعبي في عمومه للنظام التركي وحزب العدالة والتنمية بشكل عام. مسألة القناة هي أحد المشروعات الضخمة التي يسعى الرئيس التركي للإقدام عليها من أجل تأكيد الزعامة التركية، من أجل إنتاج مشروعات يتم ترويجها للشارع المحلي وأنصاره حول العالم، بأنه يعيد وضع تركيا إلى في الخريطة العالمية كقوة دولية. القناة واقع الحال يعني إشكالياتها أكبر كمان من المعارضة المحلية وأكبر كمان. نعم، يعني هناك إشكالات بيئية حال تنفيذ هذا المشروع. نعم، وهناك إشكالات قانونية تتعلق بمسألة الممرات المائية الدولية لخليج مضيق البوسفور، بحر مرمرة. هذه لها اتفاقات معتمدة في المجتمع الدولي يتم تنظيم المرور من خلالها. نعم، كان هناك معاهدة لوزان يعني عقب الحرب العالمية، ولكن هذه المعاهدة ستنتهي بعد سنوات. هناك ايضا معاهده مونتيرو 1936. اقصد انه في تنظيم دولي للامور، ولا يعقل انه رئيس دوله من الدول يقدم على تغيير ملامح خريطه حركه النقل في العالم لمجرد انه رغب في ذلك. فاقصد انه هناك يعني اشكال اخر يتعلق بالمجتمع الدولي، فضلا عن الاشكالات البيئيه. عن التكلفه، نتكلم عن حوالي 10 مليار دولار في اقتصاد يعاني من التضخم، يعاني من ازمات كبيره، يعاني من بطاله متزايده. ومن ثم المردود الشعبي على الاقدام على اقامه هذه القناه هو مردود مفهوم، والغضب الشعبي تجاهها غضب مشروع، لانه في الاخير بيضر باهالي اسطنبول وبيضر بمصالحهم. لا ننسى انه اسطنبول كانت الساحه اللي خسر فيها اردوغان خسارته القصوى في رئاسه البلدية، ومن ثم نحن نرى تراكمات متزايده في الاتجاه المضاد لسياسات الرئيس التركي. شكرا لك الاستاذ اكرم خميس الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف.